السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام لقناتي أنور مالك تي في وعبود تي في. يتجدد اللقاء معكم هذه المرة وكما هو معتاد ديما مع ضيفنا وضيفكم الإعلامي والكاتب هشام عبود. مرحبا بك سي هشام. مرحبا أخ أنور ومرحبا بالمشاهدين الكرام. اليوم عندنا موضوع راك تحدثت فيه، درت فيديوهات على هذا الموضوع، يتعلق بمحاولات إلصاق تهمة الإرهاب والإسلاموية بالحراك الشعبي، ونحن نعرف هشام عبود اقترحوا زعما راح يطالبوه بأنه إرهابي. واش راح تعلق على هذا الموضوع؟ راهو حساس وراهو مقلق الناس في شبكات التواصل الاجتماعي بزاف. شوف حكاية الإرهاب خلاص ورقة ميتة، قلتها ونكررها. وشكون جا بها؟ لما هذه العصابة الحاكمة ما بقاش عندها واش تدير، لأنها مستواها محدود. دبروا عليهم، قالوا ما عاودوا نجيبوا توفيق ونزار يدبروا عليكم. لأن هذوما جروا الجزائر إلى حرب أهلية، زوج مجرمين، واحد مطالب أمام القضاء الدولي، واحد راهو مخبي كيف. ما شاء الله حتى هو يجيبوه اللي هو توفيق. لما تقول لي الإرهاب، الإرهاب دابو هو صنع العصابة في التسعينيات، ومن صنع العصابة وشفنا كيفاش القاعدة تاع المنظمات الإرهابية كيفاش داروا غنيمة، داروا دراهم وملاير، بيوم راهم عايشين في بحبوح. وقال هما مسهم قانون الوئام الوطني والمصالحة، قال عفى الله عما سبق، ولكن ما مسش ناس مازالوا في الحبس، وكان ناس دخلوا ظلما وبهتانا راهم في الحبس، ما مسش ناس اللي جروهم هذا الإرهابيين. ولما تشوف انت واحد كما العياده يحضر جنازة إسماعيل في وسط كل الشخصيات تاع البلاد، وماشي كشخصيات العيادة، كان قائد الجهة، هذا مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة، مؤسسها. هذا خير دليل على أنه الإرهاب من صنع توفيق ونزار وجماعتهم اللي كانوا معاهم، وبالتالي اليوم ما يقدروش يعاود يديروها، لأنه جيل اليوم، الجيل هذا تاع اليوم ما تعديهاش عليه، والجيل تاع اليوم جيل تكنولوجيا اللي ما همش متحكمين فيها الأميين اللي يحكموا في الجزائر. هشام، قضية ما تتعلقش بالجيل، أكيد ما راحش يصدقها، لأنه ولا النظام أي شيء يديره ما عادش يصدقوا الشارع الجزائري، ولكن من الناحية القانونية هم الآن آخر مجلس الأعلى للأمن تكلم على النزعة الانفصالية وجماعة قريبة من الإرهاب، وكان يقصد جماعة رشاد. شكون رشاد يا رحمة الله؟ كان يقول لك شو رشاد نعالي جاوي أستوها. أنا كنت في المستشفى الفالديير في ناحية تعبالي، وجاوا دي إخوان طلوا عليا وطرحوا عليا فكرة تأسيس رشاد، وقلت أنا ما ندخلش في أي حزب سياسي معارض من الخارج، أنا اللي حبي عارض يعارض من الداخل، ودي ما أقولها، وأنا عند فكرة. واللي لأنه قلت أنا مش معنى نعرف خدار، حنا نقول للناس أخرجوا للشارع يأخذوا القزول ونضرب البريوش في باريس ولا في لندن ولا في جنيف، عيب ما نقدرش هذه نديرها. إذن الإخوان حتى لما أسوا ما نظنش كانت عندهم نوايا أنهم يجوا يسيطروا على الشعب ولا على الشارع الجزائري، هم أحرار في ما يديروا على كذا، واحترم. وانا كان فيهم اصدقاء لينا منهم مرديين، وعمره مرديين ما قدر يكون ارهابي. هذا انسان اخذ دكتور في الفيزياء وانسان، لكن لاحقوه يعني من قبل بتهم في اطار هذه التهم اللي توزع، لاحقوا رشيد مسلي، ما خلوا حتى واحد، يعني اي واحد يعرفه يلاحقوه بالارهاب. رشيد مسلي يعطوه ارهابي ويبريض في الاموال ويبعث في تليفونات ثورايا، يعني يعطوه داير من جمعية للكل، حتى يعرفوا شو نقولوا. أنا نعرفوا شخصيا ليه يعني اسمع، ما نمشي جنيف نمشي نتلاقاه ونقعد منه، لأني
من رشيد نتعلم سمعت ونسمع منه كلام ونسمع وطرحه منه متوازن، حتى انا التقيته كثير، طرحه متوازن وقانوني، يعني يتكلم حتى السياسه لا والله يخرج العظيم. يتكلم غير في القانون يعني. بعد تقريبا الى مورد هنا راح تقول لي ثاني راهو لا هي بدا هذا كلام فارغ. والله قلت لك العصابه هذه ما صابتش باش تدير، هيرجعوا للتسعينيات وشوف ماشي غير العصابه، حتى الازلام تاع العصابه واللي منهم احزاب سياسيه كما سعيد سعدي وصاب روحه واحد ما يسمع له، هو يرجع لحكايه الاسلاميين وما الاسلاميين وراهم دخلوا في الحراك، حاب يعاون يرجع للمشهد السياسي من خلال العصابه، ولكن ونتذكر خلاص بين قوسين وارد هنا على الحرب. ذكرت سعيد سعدي مره تكلم عليك في برنامج انت ومراد دهينه وحب ودخلكم في واحد المواضيع يا هاو في سبتمبر دوك يجي المحكمه في باريس ويجيب منا واش عنده، واش عنده ادله ضدي، على ترى انا ما نتكلمش بالفعل لاني بون انا ما نردش على الجرذان ولا على الناس في تافهين ماهمش في المستوى يعني. ولكن لما الكلام يجي من شخصيه كيما سعيد سعدي وكان رئيس حزب وكان برلماني وكان ده وي ينطق نعطي الحس اي بون سور لو باك كاش اي بون سور لو باك ضربوا على الاقل روح ذاك الوقت للمحكمه تجيب الادله ديالك وخرج حتى كلمه كان مخرج كلمه اسلام وبعثيس اللي هي ماهيش صحيحه، اللي ما تقدرش تكون اسلامي وانت بعثي في نفس الوقت، لان البعثيين ملحدين. البعثي يقول من ضمن ما قالوا البعثيين يقول لك لو امتد استغفر الله على كل حال وناقل الكفر غير كافر، لو امتدت يد الله الى البعث لقطعت. وبعد ولكن فيهم ايضا ما هم فيهم قوميين ايضا وفيهم ولوا فيه طيارات بالكل، هذا في البدايه المؤسسين ويجي سعيد سعيد يقول لك اسلام وبعثيس ما تكزيستيش، لازم يعاود يراجع يعرف شو البعث وشكون اسس البعث، اللي اسس البعث مش العفلق ماهوش مسلم ولا اسلاموي. الحق به سعيد سعيد يتكلم يقول عليها اسلام وميليتاريست هذا الإسلام اللي خرجت من الجيش ومازال عنده عقدة من الجيش، هم في الفترة الأخيرة عقدة من الجيش. نعم في الفترة الأخيرة كثروا من هدر على الإرهاب وألقوا القبض ورانا وتبون قال بلي رانا لقينا الناس وعندهم سكاكين وكذا وكذا وكذا. المعلومات الاستنتاجات الناس تستنتج بأنه غدوة قد تحدث عملية إرهابية ويلصقوها في جهة في الحراك، قد تحدث عمليات اغتيالات، قد تحدث كل شيء، لأنه الهدف نتاعهم ما لقاوش كيف يوقفوا الشارع إلا تهمة الإرهاب، وبعد ذلك يلاحقوا الناس بتهمة الارتباط بجماعة إرهابية، عدم التبليغ عن الإرهاب والتشجيع على الإرهاب والإشادة به، هذا هو الهدف الواضح. كيفاش يعني راح تشوف الأمر؟ تعرف علاش يعني على فارق الإرهاب؟ يقول لك باش دوليا سماش دوليا ينالوا عطف الدول اللي تحارب الإرهاب، وبالتالي يقول لك السكوتهم يعني داخل الجزائر ما تاكلش وحتى في الخارج ما تاكلش، لانه في الخارج ما همش اغبياء كيفهم لما تقول له هذا راهم ارهابيين، هشام محمود راهو ارهابي، ولا تقول له رشيد المسكي راهو ارهابي ولا مراد دين ارهابي ولا فرحات مهندي ارهابي، شو من مختلف التيارات يعني اي واحد يرفع صوته تقول عليه ارهابي. ما دونك الكلام هذا واحد ما يعطي له اهميه، وخاصة على الصعيد الدولي اللي ما يحوسوا ينالوا عطف الدول الغربية ما عندهمش مصداقية، والدول الغربية على بالهم باللي هذا النظام غير شرعي وفارض روحه على الشعب الجزائري بالقوة وبالقمع، وبالتالي يجيبوا أي ورقة. هو نفس اللعبة اللي لعبها بشار الأسد هشام كي بدا يسوق باللي راهي ما كانش ثوره شعبيه راهو ارهاب، وبعد طلق المحابيس من السجون اللي عندهم قضايا ارهاب، وهناك وثائق تتحدث راهو كاين تبادل الخبرات ما بين الجزائر والنظام السوري، والظاهر انه الجزائر ما يعني وش وما هي تخوفاتك من التصعيد في هذا المجال، يعني ما هي تخوفاتك؟ يعني انا ما عندي حتى تخوف من النظام الحالي، العصابه هذه انا كل ما نعرف من هذه العصابه
على وشك الانهيار وستنهار عن قريب. ما قام به بشار الأسد في سوريا ما يقدرش يقوم به لنظام في الجزائر العصابة الحاكمة لسبب واحد. بشار الأسد يعتمد على العلويين، هو علوي ومعروف أن الحكم في سوريا بين أيدي العلويين اللي يمثلوا 20% من سكان سوريا، وبالتالي عايشين بعقدة الأقلية ومستعدين يدفعوا أي ثمن باش يبقوا محافظين على نظام الحكم. سوريا دمرت كلها، لو كان يعرف القصر تاعه يدمره ويبقى شكل الحكم. عندهم إذن جزء من السكان معه في الجزائر. العصابة على من تعتمد؟ ما عنده حتى واحد تعتمد عليه، حتى أزلامها جبانة هم الأولين اللي راح يضر عليه، وبالتالي تعتمد على العسكر. تعتمد على العسكر والأجهزة الأمنية. لا لا، هذا خطأ كبير أنك تفكر باللي العصابة تعتمد على العسكر. إلى يومنا هذا العصابة لم تلجأ إلى العسكر، إلى الجيش، لأنه لو تلجأ إلى الجيش ستوجه بنادق الجيش إلى هؤلاء الجنرالات وإلى هذه العصابة. هذا الشيء معروف، هذا الشيء يعني لجأت له في التسعينات، لجأت له في التسعينات كي تضطر الآن. شوف شوف باش كيف دار الجيش في التسعينيات، خرجوا أبناء الخدمة الوطنية لأنه الجيش تاعنا كان أغلبيته في الجنود وصف ضباط أغلبيتهم من الخدمة الوطنية. خرجوهم في 88 باش يطلقوا النار على طرقوا مرة واحدة في شمانوف، وصرا صراع ما بين زروان ومحمد بتشين، بتشين اللي هو مجاهد ومقبل زروان لنزار، نزار ومحمد بتشين. نزار هو اللي كان يعطيك الأوامر باش يطلقوا النار، وقالوا ما يدخلوا بالكانون تاع المدفع تاع الدبابه، ما سمعولوش وما قطعتش فيها الارواح. اليوم مش يستعمل في بوليسيه عندهم فكر اخر، بينما الجيش اللي يدخل الجيش راهو يدخل مش بغي الانتقام من الشعب، كما كان للاسف بزاف من البوليسيين يدخل باش ينتقم انه حقروا لي انه داروا لي انه ثاني كذا، ويجي نهار نتكلموا نحلوا تحليل اجتماعي لتركيبه الجيش وتركيبه الشرطه. لما تشوف انت الشرطي هكذا واحد ما دار له حتى شيء يضربوا بالرونجرز، يضربوا بالكذا منا يقمع. ما كان صح اقول لك انت تحمي النظام العام، يعطيك البوكلي هذا والقزرات كي يضربوك كي يسمعوا عليك بستعمله. هو لا، لما يوقفوا واحد يجي يضربوا ويخبشوا ويطير الاخر، ولما يدخلوا الكوميسار يضربوه ويتحموا فيه. هذا واش هذه ما تصيرش عسكري يديروها. اللي داروها عندهم العسكر اللي فرزوهم حطوهم في جهاز مخابرات في الامن الداخلي اللي عندهم العقلية تاع الانتقام من الشعب، وهذو اللي تسيبهم داخل مراكز التعذيب اللي تابعة العسكر ينتقموا من الناس. هذا لنا. أما باش الجيش يكون يعني يعتمد عليه، تعتمد عليه العصابة؟ أبدا أبدا. هشام، السؤال الآخر اللي يفرض نفسه الآن، ألا يدل أن النظام لما جاء إلى هذه الحيل يوقف ناس يدير لهم سيناريوهات على أنهم عندهم مخدرات وعندهم كذا وكذا، والآن هاو يلجأ في بضاعة هذه تاع البضاعة تاع الإرهاب، ألا يدل هذا على أنه خلاص أفلس ولم يعد له خيار إلا هذا الأشياء هذه، لعلاش يرعى بالشارع ويخليه يتراجع؟ اللي بقالوا ذرة شك بأن هذا النظام مفلس، نقول له شوف برك روح للسوق، هذا النظام ماهوش قادر حتى يوفر لقمة العيش في بلد غني.
بلد غني انه واحد يربح جوج ملايين في الشهر يروح يشري كيلو كروبات ب 500,000، فيها افلاس اكثر من هيك؟ انت تخلي الانسان الجزائري راهو يعيش تحت المستوى المسموح به للفقر. نعم اللي لالجيريان بي او دوسو دو سوي توليرابل دو لا بوفرتي، تحت المستوى المسموح به للفقر، او تحت. افلاس لما سنه كامله وسيت بون مربع لي في المراديه ما خرجش يوضع حجر اساس لمشروع واحد، سنه كامله ما مشاش دش مشروع واحد، سنه كامله للحكومه ما اجتمعتش على دراسه برنامج تنموي واحد، سنه كامله الحكومه هذه ما اجتمعتش نهار باش تعلن على مشاريع كبرى للإنجاز. بالعكس، شركات تغلق كل يوم، مؤسسات تغلق كل يوم، والبترول اللي كانوا عايشين به ويسرقوه سمعت نو سيلمون السومة حرقت، ولكن لما طلعت السومة الإنتاج على بالك الإنتاج انخفض في الوقت اللي ترفع فيه سعر البترول، ويزيدوا يلغيوا كونترا مع شركة غربية. أروح أقول لي ما فيش هشام، يعني رد الجزائريين واضح على قضية هذه تهمة الإرهاب، ظهر بقوة في قضية كنت شخصيا لما اقترح للنيابة العامة طلبت مذكرة توقيف دولية بحق هشام عبود والجماعة اللي معاه بتهمة الإرهاب. الشارع الجزائري خرجوا في تلك الجمعة ورفعوا شعارات يعني كبيرة، هشام عبود صحافي حر، وشعارات على الآخرين. ما نظام اللي هنا ما يحسش باللي راهو في مسخرة ومش عارف روحه؟ شو النظام هذا؟ قلت لك راهو في وضع هذاك اللي يقول لك ما كانش أعمى أكثر من اللي يرفض باش ينظر باش يشوف، وراهو فات الأعمال اللي هي وفات الطرش اللي هي راهو أعمى وطرش وبكم. تعرف هيك ما سمعت ما شفت ما قلت، رأيت أنت بقى على العصابة، العصابة ما تتكلمش وما تسمعش وما تشوفش، ويحبوا يقودوا الجزائر بالأسلوب هذا. يعني العصابة هذه عندها أزمام أداة بروباغندا، واحد ما يقرأها واحد ما يسمع لها، ولكن يتمادوا وهما بعد ما همش مقتنعين، هما ما همش مقتنعين بالشيء. نعطيك حاجة يا نور، نتحداه وإلى مدير جريدة من صحف بودورو يقبل يشارك في حصة تلفزية أجنبية باش يدافع عن النظام ويدافع على روحه برك وعلى الأسلوب العمل تاع هذا الصحف بودورو، يدافعوا بالذباب الإلكتروني والحسابات المستعارة، يشارك في حوار تلفزي في تلفزات دولية أجنبية، ولو زيد يقبل حوار مع وسيلة إعلامية أجنبية، يعني يرضوا حتى أنهم يدافعوا على روحهم، يدافعوا على العصابة، يدافعوا على نظامهم، لأنهم معدوم لا حجج ولا تبريرات ولا شيء يقنعوا به، هما ما مش مقتنعين. كيفاش تحبهم يدافعوا على روحهم ولا عصابة؟ هشام نشكروك، الوقت انتهى المخصص لهذه الحلقة، شكرا لك وعلى هذا الإثراء وعلى هذه النقاط المهمة اللي تحدثنا عليها في هذا اللقاء. نلقاك إن شاء الله في اللقاء القادم، نجدد لك شكر لك مرة أخرى، ونشكر المشاهدين الكرام ونقول لهم صحة فطوركم وصحة سحوركم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. We'll be right back.